اليوم بإيت سمارت عم نحكي عن أكلة كتير من الأشخاص بحبوها هي الباستا، وتحديداً كيف ممكن نحضر الباستا بالبيت. هاي رندا. هاي تينا، كيفك اليوم؟ كتير منيحة. يعني ليه اللي ما بحبوا الباستا؟ مش هيك؟ 100% 100%. وبتعرفي بكل الأعمار، يمكن حتى الكبار أوقات بيتحشوها شوي، بس إنه ما فيكي. بحبوها بس ولاد كمان بدك تضلك عم تعملي الباستا. هلا رح نعرف منك ليه بتحشوها كمان. 100%. بس كمان تينا، قبل ما أحكي عن خبريتي، أول شيء بدي أقول لهم للمشاهدين طبعاً تذكير دايماً إنه فيكم تابعوني على الإنستغرام رندا دنيا فهد، وتكونوا عم تشوفوا وكل المستجدات الغذائية، وطبعا على الفيسبوك على RDF تحطوا لايك وبتصيروا كمان عم تتابعوني على الفيسبوك بيج. قبل ما بلش خبريتي تينا، بدي اقول انه انا اليوم بدي احكي عن الباستا، مزبوط؟ امبارح حكيت عن مشاكل الاشخاص اللي عندهم مشاكل بالسيلياك اللي ما فيهم ياخذوا جلوتين. هيدول بموضوع معين، هون في باستا، في عم بحكي خصوصا عن الباستا في جلوتين. اللي فيها جلوتين. اوقات في مشاهدين بيتلفنوا بيسالوني انه حكيتي عنها وكثير منيحه، بس هي بتاذيني، ما كان لازم تحكي عنها. لنا نقول انه هيدا شيء، او مثلا بحكي عن اكله كثير كثير مهمه، يمكن هي لمريض الكلى. وقت احكي عن مريض الكلى مثلا، عنده مشكله، لنقول مشكله بالبوتاسيوم، في اكل معين بدي اقول له ما ياكله، بس بحلقه مثلا الافوكادو، بحلقه ثانيه بدي احكي عن حسنات الافوكادو. فحبيت هيك. هلا بالنهايه رندا كل واحد بيعرف شو حالته الصحيه، كل شخص هو انديفيدجوال، بده يعني يعرف اكثر. بنعطي اخبار لكل الناس، مش بس لفئه واحده من الاشخاص. 100%. واللي حابب ياخذ اكثر اخبار عن حاله، مش هيك العيادتنا العياده موجوده، بيقدر لعندي. شو خبريتنا اليوم؟ خبريتي اليوم تينا العلاقة بالمكسرات طبعا، وعلاقتها بمرض القلب. هلا هيدي دراسة ليش عم بحكي عنها، مع انه نحن في الموضوع هو بنعرفه، بس هيدي دراسة انعملت على الوف من الاشخاص الرجال والنساء، وانعملت على فترة 4 سنين. فوقتها تكون دراسة فيها كثير اشخاص وهيك طويلة، بتعطي اكثر كمان مثل بدنا نقول مصداقية اكثر. نعم. هلا هون كان الدراسة، هل المكسرات وقديش كمية المكسرات، لانه الاشخاص كثير بيسالوني قديش بدنا ناكل، واذا كل يوم اما مش كل يوم، وشو هو المكسرات، هل هي عم تحمي القلب. فطبعا مثل ما قلنا دراسة انعملت على 4 سنين، والدراسة انعملت على اللي بياخذوا أكثر شيء مكسرات، اللي هي حصة باليوم، الحصة هي 30 جرام، هلا رح أحكي بالعدد على نص الحصص، أوكي؟ مقارنة باللي بياخذوا أقل شيء. فإذا هون طلع عنا، أو كمان إذا أخذوا نوع واحد من المكسرات أما عدة أنواع، طبعاً المكسرات اللي منا مقلية منا مملحة. وطلع إنه إذا كان نوع واحد، يعني أو جوز أو لوز أو فستق، أو إذا كانت مجموعة منهم، أو نهار أكلنا هاي نهار أكلنا هاي، كان عنا نفس الحسنات تجاه القلب، ضد الدبحة القلبية، الحسنات حتى يحموا ضد الكوليسترول، إنه يعلى إلى آخره. فهون هذه أول خبرية، أول شغلة هي حلوة، إنه نحن فينا ننوع، مش ضروري يكون نوع واحد. إذا أنا بحب هاي أكتر، برجع تاني يوم بدي غير، ما بدي ضلني معلقة على نوع واحد. هاي واحد. تاني خبرية، أكتر شيء في واحد ياخد 30 جرام، ولكن إحنا بنعرف إنه الحصة اللي هي 30 جرام بتحتوي على وحدات حرارية بين 100 من 160 ل 200 وحدة حرارية. في أشخاص مش دايما بدهم يفوتوها على أكلهم ويزيدوها على أكلهم. فهون الدراسة بينت إنه لو واحد أكل نص حصة، يعني نص هيدي الكمية بالنهار، اوكي، وقارنوا بين اكثر عالم اللي عم ياخذوا نص حصص اكثر اياماتهم، والعالم اللي ما عم ياخذوا ابدا، طبعا نص حصة كانت هي عم تحمي. اخر شيء بدي اقوله انه النص حصة فيها تكون 4 جوزات كاملين، فيها تكون 7 ل 8 حبات كاجو كبار، فيها تكون 12 لوزة. فاذا هولي بهالقد ما علي اكل اكثر، ما علي يكون عم علق على نوع واحد. حلو. كمان هون عندنا مثلا البينات 16 حبه من الفستق، ففي يكون حتى الارخص، في يكون الاغلى أكيد. كمان. اكيد لكن خبرينا شوي عن الباستا، اذا بنحكي اول شيء عن الباستا اليابسه المشيه من السوق. أوكي. او الفرش باستا. اوكي، رح احكي سريعا عن الفرق، لانه هي شغله كثير مهمه. اول شيء بدي اقوله انه فريش باستا تحضيرها كثير كثير هين، الانجريدينتس اللي هي بتحتاجهم هن بس 3، اوكي، كثير قليل. بالفريش باستا
نحن اهم شيء عندنا ما تكون سميكه لنقدر نكون عم نشتغل فيها، مشان هيك اكثرنا بنحط لها بيض. هلا الفرق بين الفريش باستا والباستا اللي هي معلبه، الباستا معلبه في منها فيها بيض، في منها ما فيها بيض. فاذا نحن اللي بده ياخذها بلا بيض بده يقرا على العلبه بياخذها بلا بيض، هيدا واحد. ثاني شغله، إذا كانت فريش باستا طبعاً أنت عم تعمليه وعم تكون أطيب وطبخة هيك طازة دغري عم تعمليه، بينما إذا كانت هي معلبة بيقدروا بالمعمل يكونوا عم يزيدوا عليها حديد، بيكونوا عم يزيدوا عليها بي فيتامينز. سو هون كمان فيها تفرق. باستا فيها تكون باستا هي معمولة من نوع من الويت القمح اللي اسمه دورم ويت خصوصي للباستا، وفينا نكون عم نعملها بالدورم ويت العادي، وفينا نكون عم نعملها نزيد لها القمح الكامل، وفينا مثل اليوم عملتها 100% قمح. نعرف نحن وقت نعملها 100% قمح كنا عم نحكي أنا وأنت قبل الهواء إنه شوي رح تطلع أسمك شوي. بس هيدا خيارنا كرمال نكون عم ناخد الأشياء اللي هي صحية كاملة أكتر. هلأ لح هون رح أحكي عن حسنات الباستا، وبدي أقول كمان إنه الباستا الجلايسيميك إندكس فيها منه عالي، لأنه هي وعم تنمزج مع الطحين بيصير في مثل بينكمش نوع معين بهالجلوتين وهالستارتش قصدي، مشان هيك ما بقعد يعلي كثير الجلايسيميك اندكس. اوكي، جلايسيميك اندكس تبع الباستا اللي هي براون باستا الباستا البنيه، اما بالحبه الكامله هو 37، يعني اقل من ال 55 الستاندرد. يعني هيدا شغله منيحه لمريض السكري، عشر ننتبه للكميه. هلا رح احكي عن الكميه. اوكي، بعتقد ما عندنا كثير وقت، يلا رح اشرح شوي. لكن الباستا اللي انا عملتها اللي هلا بين الصحن الزغطور الفريش هي معموله من 3 بيض كاملين، اوكي، معموله من 2 كوب من الطحين، هون مثل ما شفتوا مستعمله 100% الطحين القمح الكامله، رشه من الملح وملعقه صغيره من زيت الزيتون، هيدي هي كلها. هلا شو التريك فيها؟ هو انه نحط الطحين كله سوا، نرجع نعمل جوره ونحط البيض بقلب الجوره مع الملح، نخفقن للبيض سوا، وشوي شوي نكون نحن بايدنا عم نحط الطحين عليهم لنكون عم نمزجهم، لكن بدنا نمزجهم على البطيء. هيدي وحده. الشغله الثانيه بدي اللي دائما بدي اعمله، دائما بدي ضلني رشري شوي طحين زياده حتى ما يكونوا عم يلزقوا، والا ما في اشتغل فيه. أوكي. والشغلة الثالثة التريك هو انه بدي ريحها، سو بعد ما اعمل انا هالشيء في ريحها بالقليلة نص ساعة، او في غلفها حتى بالبراد لتاني يوم. هلا هيدي الكمية اللي انا حكيتها تينا هي عم تعمل 2 كوب من الفريش باستا، 2 كوبس. بوقت احكي على 2 كوبس هن بيحتوي على 300 وحدة حرارية لهول ال 2 كوب، اوكي؟ مهما هي لحالها مش معمولة مش مطبوخة بعد، اوكي؟ ولأنه حاطة هالقد انا بيض وطبعا شوي كمان جاي بروتين من الطحين، فهون عندي 14 جرام فاصلة 33 من البروتينات، ولأنه قمحة كاملة هون طالع عندي 9 جرامات فاصلة 75 من الألياف. حلو. اوكي، فإذا هيدي الباستا، ونحن بهيدي الباستا فينا نطبخها بالطريقة اللي بدنا إياها. خليني أشوف اليوم أنا شو عاملة. كيف عملتيها؟ اوكي، أنا عاملة شيء كثير هين، حاطه هون حص ثوم واحد، اوكي، بدي اعملها المارينارا الباستا اللي هي بس حطيت لها الصوص الحمراء. أوكي. يعني سو حاطه حص ثوم الباستا، اهم شيء فيها بحسب انا الثوم والحبق، يعني هيدا اطيب شغله هيك بتطلع. فاذا حص ثوم، نص حبه من البصله، نص بصله، حتى 3 كوب من البندوره اللي هي مقشرتها ومقطعتها صغير، فينا نكون كمان طحنينا. أوكي. اوكي، هيدا حطينا عليها، ورشه ملح، رشه بهار، واكيد مثل ما قلنا الحبق والاوريجانو حطها عليها هون. هولي بنطبخهم سوا، بكونوا عم ليكونوا عم يستووا طبعا بملعقه زيت صغيره. بعد ما نخلص رح نحطهم مع، حاطه انا البندوره الدراي توميتو الناشفه، بكونوا مقصقصه 3 حبات معها، ورشت لها ملعقتين كبار من البارميزان. ما عارف اذا بقدر اقول الحص الكوب على السريع. يلا، سو الكوب هون بيطلع عندي 382 وحده حراريه. حلو. وبيطلع في 11 جرام الياف و17 جرام من البروتين. وصفه كثير حلوه رندا، للي ما لحقوا ياخذوا كل المقادير رجعوا احضروا فقره ايت سمارت على الابلكيشن تبع ام تي في. رح ناخذ بريك ومكملين معكم.